بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. ربما من عادة الناس أن يبتدئوا بالشكر، وأنا أبتدئ بالاعتذار، فقد وصلت للتو من مدينة مراكش لأشارك معكم في هذه الجلسة، وإن كنت لست مطلع على النفس الذي سارت عليه الجلسات السابقة، ولكنني سأحاول أن أقدم مداخلتي لعل وعسى تكون في سياق النقاشات التي تمت فيما قبل. أولا حقيقة علي أن أقدم الشكر للجنة المنظمة وللكلية على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوات التي تصل الآن إلى العدد السابع، أو بمعنى أن هناك استمرارية وهناك نفس وقناعة بأهمية تاريخ الطب وتاريخ العلوم عموما. الحقيقة أن تاريخ العلوم وتاريخ الطب في الحقيقة ليس هو فقط يعني مناسبات لشحذ الهمم بالنسبة لتاريخنا وتراثنا، بل إني أرى فيها تخصص له أهمية إبستيمولوجية وبيداغوجية مهمة. فقناعتي أن جميع التخصصات يجب أن تبتدئ أو تشارك في تكوين بتاريخ العلوم وسياسات ذلك العلم وأخلاقيات المعرفة في ذلك التخصص. هذا التكوين وهذه التركيبة هي التي باستطاعتها أن تنتج نخبا معينة لهم نظرة متكاملة بالنسبة لتخصصاتهم. بالنسبة لمداخلتي، في الحقيقة ستكون محاولة للمساهمة في إعادة رسم المشهد الصحي في القرن 18 و19 بالمغرب من خلال عيون زرقاء، بمعنى عيون أجنبية حاولت أن ترسم هذه اللوحة. بالنسبة لنا هنا التاجر والدبلوماسي الغير رسمي الإنجليزي جيمس كيري جاكسون، الذي ألف مؤلفا وخصص حيزا كبيرا لهذا الموضوع في فصله الثامن كما سنرى. قلت هذا الدبلوماسي والتاجر الإنجليزي عاش في المغرب لمدة طويلة، زهاء 16 سنة، خالط أهلها أو أهل البلد، تعلم لغتهم، وكان شاهدا عيانا على كثير من الأحوال والأعراض المرضية التي كانت في بعض المدن المغربية الصغيرة، مراكش، أكادير، وتحدث عن الوضعية الصحية العامة، وصادف حلول الطاعون الذي ضرب المغرب ما بين سنة 1799، وذكر في الجزء الثامن من كتابه حالات سريرية، وصفها بدقة 10 حالات سريرية، يصف الأعراض، تطور المرض، ثم نهايته بعد العلاج الذي يعني استعمل، وحتى الرعاية وطبيعة الرعاية الأسرية التي كانت توفر لذلك المريض. سأدير هذه المداخلة من خلال 6 عناصر: التعريف أولا بجيمس جاكسون، ثم منهجه وقناعاته، ثم مضامين كتاب هذا المؤلف الإنجليزي، والسياق التاريخي العالمي والمغربي، ثم الأمراض والأعراض المرضية التي ذكرها في المغرب القرن 18 و19، ثم الحالات السريرية التي وصفها في كتابه. بالنسبة لجيمس كيري جاكسون، حل بالمغرب وهو لا يتجاوز 18 سنة في فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الله، واستقر بداية في مدينة الصويرة حيث عمل مساعدا لأحد تجار الإنجليز الذي كانت له دار تجارة في مدينة الصويرة. ولما غادر هذا التاجر الكبير، خلفه جاكسون على هذه الوظيفة، وبعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله غادر إلى مدينة أكادير لمدة 10 سنوات، وكانت له فرصة للاطلاع على مشاهد كثيرة من عادات المغاربة
وصفها بدقة، ثم الظروف الصحية التي كان يعيشون فيها. بالنسبة لقناعات ومنهج جاكسون، فهو يدعي في كتابه أنه قد تعلم اللغة العربية، ويظهر أنه في استعماله من مجموعة من الملاحظات والمصطلحات أنه مطلع، كما يقول عن نفسه أنه كان أستاذا في اللغة العربية واللغة الإفريقية عموما، كان مطلعا على هذه اللغة، وكان دائما نقد لما يعرف بأعضاء الجمعية الإفريقية African Association الإنجليزية، أي اللوبي الإنجليزي الإفريقي الذي كان في لندن، والذي كان يهتم بإفريقيا في إطار السياسات الميركانتيلية التي كانت تحاول التوسع التجاري على في المنطقة. قد كان ينتقد هذه الجمعية لأنها كانت تأخذ كما يقول معلوماتها من أناس لا يتقنون اللغة، ولا يعني ليس لهم اطلاع بالثقافات المحلية في شمال إفريقيا أو في وسط إفريقيا. قلت يقدم في كتابه مجموعة من المؤلفين الذين كتبوا حول المغرب، من بينهم لوي شيني السفير الفرنسي الذي كان في المغرب، وويليام لامبريير، وينتقدهم وينتقد كثير من كتبوا على المغرب في ويؤخذ عليهم أنهم كانوا لا يتكلمون اللغة العربية، كان لهم طابع سطحي وخاطئ في النظر إلى المغاربة، ينتقد النظرة الاحتقارية، وأنهم لا يستقرون في المغرب وقتا إلا وقتا قصيرا، فبالتالي ليس لهم اطلاع، وبالتالي يحاول أن يقدم يعني رؤية أخرى مخالفة، بل يحدد بعض الشروط التي يراها ضرورية للكتابة عن ثقافة معينة: الاستقرار في البلد، الدخول في دواليب السلطة، ويعني معرفة هذه الشعوب عن قرب. طبعا لم يسلم حتى هو من بعض المقاربات، لأنه كان كذلك أسير النظرة الغربية التي كانت ترى في هذه البلدان فقط أسواق لتوسيع يعني سلعها ويعني تسويق منتجاتها. قلت في هذه النظرة يبدو أن كري جاكسون كان يعتني بالقرب، من مسألة القرب للاطلاع على المعطيات وعلى أحوال هذه الشعوب. بالنسبة للسياق التاريخي لفهم أفكار هذا الكتاب، فيجب أن نعلم أن في أواخر القرن الثامن عشر ظهرت في إنجلترا ظهر اهتمام كبير بالدول الإفريقية في إطار السياسة الميركانتيلية المتوسعية التي بدأت يعني تنتهجها إنجلترا، وكانت الجمعية الإفريقية African Association هي ذلك الذراع الأكاديمي من جهة، والميداني، حيث كانوا يرسلون مجموعة من الخبراء للاطلاع على أحوال هذه الشعوب. أحد رؤساء هذه الجمعية جوزيف بانكس كان نباتي بوتانيست مهتم بهذه المنطقة الإفريقية، وكان يرى أن شمال إفريقيا منها المغرب هي بوابة للدخول إلى إفريقيا، وكان يدعو إلى الدعم اللوجستيكي للقناصل في هذه المنطقة للتوسع والتوغل. في هذا السياق سيظهر جيمس جاكسون باعتباره العنصر الذي سيتصل به السفير الإنجليزي الذي كان في إنجلترا لطلب منه إمداد بالمعلومات الخاصة بالمجتمع المغربي، بالتجارة المغربية، بالمعطيات الخاصة بالمغرب. فضمن هذه الرؤية وضمن هذا السياق سيكتب جيمس كتابه، محاولا إقناع اللوبي الإفريقي الإنجليزي بأهمية اكتشاف المغرب والتوغل في هذا البلد، لأنه كما يقول أن هذا البلد يكفي ويعادل وبإمكانه أن يسد النقص والمنتوجات التي كانت تستجلبها إنجلترا من الهند الشرقية ومن الهند الغربية، السكر والزيت والتوابل. بمعنى يحاول من خلال هذه الرؤية أن يقدم أهمية هذا البلد، وبالتالي يدعو الاهتمام به. إذن هذا السياق العام الذي ظهر فيه كتاب جاكسون، وهناك سياق خاص في بسبب التقلبات السياسية التي عرفها المغرب بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله، ولكن أتجاوز هذا الأمر لضيق الوقت. قلت بالنسبة للكتاب، فهو ضمن هذه الرؤية العامة التي صغتها بهذه التقديم العام والسريع، والكتاب يضم
مجموعة من الفصول الذي يقول عنها في الأول أنها كانت في عبارة عن ملاحظات خاصة سجلها في سفرياته، ولكن بدعوة من الجمعية الإفريقية في لندن أخرجها وصاغها كتاب. أهم فصل بالنسبة لنا في هذه الندوة هو الفصل الثامن الذي يتحدث عن المعطيات والأحداث المتصلة بمرض الطاعون في المنطقة، وعن مجموعة من الأمراض التي شاهدها وعينها وتتبعها بتفصيل وبدقة في المغرب. بالنسبة للأمراض والأعراض المرضية التي ذكرها، يعني سأتحدث فقط بعجلة، يتحدث أولا عن الطاعون في الملاحظات العامة أنه يعود كل 20 سنة في المغرب، وأنه في آخر مرات ضرب المغرب كان شاهدا عيال 1799، وأنه لم يفر كما فر مجموعة من الأوروبيين إلى جبل طارق، بل بقي في المغرب مع الأهالي متتبعا هذه المعطيات والتفاصيل. يذكر كذلك من الأنبئة التي كانت تعود مرارا وبصفة متكررة ما يسميه هو بحمى الفواكه التي كانت، يعني كان يصاب بها المغاربة جراء تناول سواء بعض الفواكه التي لم تنضج أو ذات النواة كالمشماش وبعض الفواكه التي كانت تؤدي إلى هذه الحمى كما يقال. ثم يصل إلى مرض الجذري، ويقول أن بعض الملاحظات التي رأها في صحراء البلد أن سكان الصحراء كانوا يعرفون التلقيح كما يقول قبل أن يصبح محودا في أوروبا، بمعنى كانت هناك ممارسة التلقيح ببعض الأحجار الحادة التي كانت تجرح بها بعض أطراف الجسد باعتبار أنها نوع من التلقيح التي كان يمارس في تلك المرحلة. بالنسبة للمرض الجذري كذلك يقول أن الأهالي كانوا ينصحون المرضى باستنشاق الهواء في الفضاءات الواسعة، ويقول أن هذا المرض كان فتاكا بالمغاربة حسب تبريره وتفسيره لسمك جلود الأهالي وتعرضهم للشمس باستمرار، فله تفسير يعني طويل حول طبيعة جلود المغاربة انطلاقا بالبيئة والطقس الذي يسود في هذه المنطقة. ثم يخصص بعض الفقرات للأطفال والنساء، ويقول أن من المشاهد التي كان يعاينها بكثرة وكثرة الإغماءات وفقدان الوعي بالنسبة للأطفال والنساء، ويقول أنهم كما يقولون في ثقافتهم أنهم مصابين بالجن، ولكن هو فقط يقف أمام هذه الملاحظة. ثم يتحدث عن أوجاع الرأس التي كانت ظاهرة يقول عامة ولو كانت مؤقتة في بعض الأوقات، ولكن تعود بالنسبة إليه للتوقف المفاجئ للتعرق بالنسبة لبعض المصابين، آلام الأمعاء والروماتيزم والمغص والتعب نظرا لطبيعة المياه في بعض المناطق المغربية. ثم يتحدث عن مرض يسميه بوتليس، سوء البصر في الليل، ويقول أن كان هذا المرض منتشر في شمال المغرب دون منتشر في الجنوب عكس الشمال الذي لم يكن فيه هذا المرض. ثم القرحات المصلية والطفحات التي سرعان ما تتحول إلى إصابات بالجذام. ثم يتحدث عن الأمراض التناسلية، وقال بأن المغاربة لا يعرفون العلاج بالزئبق، وإن إن أوروبا استعملت هذا العلاج لمدة 4 قرون، ولكن في الأخير تبين أن هذا الأمر كان غير صائبا. ويقول في المقابل للعلاج يتبعون نظاما غذائيا لمدة 40 يوما من المنتجات الطبيعية، ويشربون شراب لسالس باغاي. في الحقيقة ما مشيت كنقلب على الترجمة ديال هذا الشراب، سميته الفوشاغ، ليس للاطلاع أو علم طبيعة الشراب المعين الذي يعني يتحدث عنه، ولكن الفوشاغ ما عرفتش كيفاش كيترجم. نعم، العشبة. إذن لكم الجواب. فأقول أنهم لكثرة شربهم لهذا الشراب فكانت معاناتهم أقل من معاناة الأوروبيين، ولامتناعهم كذلك عن شرب النبيذ أو المشروبات المخمرة فكانت تساعد العلاج في هذا المجال. ثم يتحدث عن ظاهرة القرحة في الساقين، وأنها كانت معاناة عامة
ويقول بأن المغاربة في تلك المرحلة إذا وصف لهم أو فصف لهم بعض الأطباء الأوروبيين وصفات معينة بخصوص هذا المرض، فإنهم كانوا يخطئون في ترجمة مصطلحات تلك الوصفة، أو أن كانوا في بعض الأحيان لا يثقون بالأطباء الأوروبيين. الجذام كان واسع الانتشار في البلد، يقول في منطقة حاحة، ويرجعه لتحضير زيت أرغان بطرق غير صحية في تبريرية. ثم يتحدث عن تونيا وكيف كان المغاربة يعالجونه بالعسل واليانسون، وكانت تؤدي إلى نتائج مفيدة. ثم البواسير باعتباره كان مرضا شائعا عند المغاربة، يستعملون كما يقول بعض المراهم من زيت اللوز أو تين الشوكي. ويتحدث كذلك عن الليغني الفتق الذي كان موجودا ولكن بنسبة أقل بالنسبة لأوروبا. ثم يصل إلى فقرة يخصصها لطبيعة الأدوية أو طبيعة العلاج الذي كان يستعمله المغاربة، التركيز على النباتات والأعشاب كما يقول، وسكاريفيكاسيون يعني النزيف أو النزف أو الحجامة أو التشريح. ويقول كانت تستعمل مثل هذه التشريح أو النزف في مؤخرة الرقبة، في قاعدة الشعر، أسفل الكليتين والساقين في حالة الصداع الرأس العنيف الذي كانوا يصيبوا به المغاربة في تلك المرحلة. ثم بعد ذلك بعجالة يقدم 10 حالات كلينيكية سريرية يصف فيها المرضى وطبيعة العلاج وتطور أعراض المرض. فيصف هنا مثلا في هذه الحالة خادما له طباخا عرف في وقت مفاجئ تحول في صحته، ثم بعد فترة وجيزة قضى نحبه، وفي فجر يوم وفاته كانت قدميه متعفنتان. ويتحدث كيف أن زوجته التي كانت يعني تتبع حالته أصيبت كذلك، وظهرت فيها الجمرات الخبيثة ودمل، ولكنها شفيت بعد شهرين. فيتتبع مثل هذه الحالات بدقة. وبعض الأشخاص الذين أصيبت جميع العائلة ولكن لم يصبوا، رغم أنهم كانوا يشاركون في غسل الموتى والمرضى، ولكنه يقول كانوا حالات خاصة تتبعها لأنها لم تصب بالمرض. ثم يعني لا أريد أن أفصل، في المقال ستجدون لهذه الحالات العشرة التي يتتبعها بدقة، يحاول أن يتتبع الأعراض، تطور المرض، ثم بعد ذلك العلاجات التي أسعف بها كل واحد، ويعني هل كانت هناك نتيجة لهذه العلاجات. طبعا في نهاية هذه المداخلة قلت أن هذه المداخلة هي فقط محاولة للمساهمة في إعادة رسم المشهد الصحي في المغرب في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19. عسى أن تتكون لنا يعني مشاهد لتطور الجانب الصحي في تاريخ المغرب عبر مراحله. القصد من ذلك بعد ذلك هو ليس فقط جر المعلومات، ولكن هو بعد ذلك إسعاف التخصصات الطبية الأخرى التي قد تكون سندا للتكوين الطبي، بما فيها مثلا الأنثروبولوجيا الطبية والإثنو الإثنوميتسين، بمعنى أن هناك طبيعة بعض الأمراض لها طبيعة خاصة مرتبطة بثقافات وعادات معينة. وهذا التخصص الأنثروبولوجيا الطبية من شأنه كذلك أن يسعف في فهم مجموعة من الأعراض التي موجودة الآن في بحر الأبيض المتوسط أو في بعض البلدان. فالمعرفة التاريخية يمكنها أن تكون سندا بالنسبة للتكوين الطبي، لأن فهم صيرورة يعني تطور الأعراض والطبيعة الثقافية لبعض الأمراض يمكنها أن تكون يعني عاملا مهما لفهم الأمراض بصفة عامة. أقول قولي هذا وأشكركم على حسن انتباهكم، وشكرا لكم.